منه، واحنا انا وانت هنحل سوا. بس انا عايزه دلوقتي نحكي فيها الحدوته دي، نحكي الحدوته بتاعتنا دي، ايه رايك تسمعيها؟ حلو. ماشي. الحدوته دي والقصه بتاعتنا بتقول البنت دي اسمها مريم، البنت الصغنطوطه دي اسمها مريم. ماشي. ماشي. بتقول ايه؟ هيا نتعلم يا جدي، يلا نتعلم يا جدو. طب نحكي بقى الحدوته ونشوف ايه اللي حصل عشان تقول لجدها يلا نتعلم يا جدي. قالت له ايه؟ هي بتقول انا اسمي مريم وعمري 6 سنوات، انا عندي انا بنت اسمي مريم وقولي وعندي 6 سنين، واخي يوسف اخويا اللي جنبها ده اسمه يوسف عمره 9 سنوات، عنده 9 سنوات. كان يوسف دائما يساعد امي وابي. نركز على كلمة امي وابي، بص كلمة امي وابي هنكتبها في الواجب. يبقى يوسف ده كان دايما بيساعد مامته وباباه في أشياء عديدة بالبيت، كان على طول بيساعدهم، بيعمل لهم حاجات من بره البيت وبيساعدهم في البيت، كشراء الأكل من المتجر القريب، كان يروح السوبر ماركت ويشتري من الطلبات، والاعتناء بأشجار الحديقة. كنت دائما أفكر في أن أتعلم أشياء لأساعد بها أمي وأبي في البيت أيضا. يبقى هي كمان كانت نفسها تساعد، قالت مش يوسف بس بيساعد، لأ أنا عايزة كمان أساعد بابا وماما. وفي يوم من الأيام رأيت يوسف وهو يركب دراجته. نعم يا رخوة. ماشي. وفي يوم من الأيام رأيت يوسف وهو يركب دراجته بسرعة ومهارة وهو ذاهب إلى المتجر ليشتري طلبات البيت. شعرت بالحزن، فأنا أيضا أريد أن أساعد أمي وأبي. كانت زعلانة أوي إن هي يوسف بس اللي بيساعد بابا وماما وهي لأ. قالت أمي لماذا أنت حزينة يا حبيبتي؟ قلت لأنني أريد أن أساعدك في البيت لكنني لا أعرف كيف. إزاي لا أعرف كيف؟ يعني مش عارفة أعمل أساعدك إزاي. قالت أمي إن كنت تريدون أن تعرفي شيئا فالحل هو أن تتعلميه يا مريم. لو أنت عايزة فعلا تساعدينا يبقى لازم تتعلمي الحاجات اللي هتساعدي بيها. قالت أمي هل تريدين أن تتعلمي ركوب الدراجة ولتساعدين في شراء لوازم البيت؟ قلت نعم. قالت أمي إذا هيا نتعلم، يلا بينا نتعلم ركوب الدراجة عشان تروح تجيب الطلبات من بره. وفي اليوم التالي بدأت أتعلم ركوب الدراجة. استنى ثاني يوم تتعلم بمساعدة يوسف، أخاص يوسف ساعدها. كل مرة كنت أسقط من فوق الدراجة كانت أمي تقول الصبر، فأنت تتعلمين أنت تتعلمين، بالراحة اصبري شوية وإن شاء الله هتتعلمي. وبعد مرور شهرين، بعد شهرين أتقنت ركوب الدراجة. وعندما احتاجت أمي شيئا ذهبت أنا ويوسف معا إلى المتجر، أنا ويوسف، هي ويوسف أخوها، راح المتجر هما اتنين سوا لنشتري لها كل ما تحتاج إليه. كنت سعيدة جدا لأنني أساعد أبي وأمي، ولكنني كنت أكثر سعادة لأنني اكتسبت مهارة جديدة. يبقى هي تعلمت مهارة جديدة هي ركوب الدراجة. وفي يوم من الأيام، في أحد الأيام بقى، دخلت المطبخ على أمي وجدي فسمعتهما يتحدثان عن أكلة ما، ولكن ما جذب انتباهي هو أنني سمعت جدي يقول هذه الأكلة جميلة جدا ولكني لا أعرف كيف أطبخها. فقلت لجدي إذا كنت تريد أن تعرف شيئا فالحل هو أن نتعلمه. ونظرت إليه وقلت إذا هيا نتعلم يا جدي. سمعتها يا ركا؟ روكا سمعت الحدوتة دي؟ روكا ألو سمعني يا رقية؟ المايك مقفول مش سامع منك حاجة. سمعتيني؟ سمعت الحدوتة دي رقية؟ سمعت الحدوتة دي؟ نعم يا مس، سمعت الحدوتة الجميلة دي؟ طيب بصي بقى، طول القصة عمالة تقول قال أبي قالت أمي، قال أبي قالت أمي. البنت بقول الولد بقول له قال، قال يوسف لو ولد بقول قال بس، طب لو بنت بقول قالت. يبقى لو ولد بقول ايه؟ قال، قال أبي، قال يوسف، قال جدي. طالما ولد يبقى قال. طب لو بنت بقولها ايه؟ قالت.
قالت أمي، قالت جدتي، أي حاجة بنت بقولها قالت، قالت قالت رقية، هيا نذهب إلى الملاهي، قالت، قالت المعلمة. يبقى الولد بياخد قالة والبنت بتاخد إيه؟ قالت. قولي معايا رقية، الولد باخد قالة والبنت بتاخد إيه؟ قالت. قالت تاني الولد باخد إيه؟ قال، والبنت قالت. برافو، تعالي، في بنت اهي وولد اهو، الولد هياخد قال، قال، والبنت هتاخد قالت، قالت. يلا، ياخذ ايه؟ الولد هياخد ايه؟ قال، قال. ولد بياخد تاني يا ايه؟ روك، قولي يا رقية، قال. لا طب البنت بتاخد ايه؟ تعالى ق قالت. برافو، يبقى البنت اللي فيها تاء، قالت اللي فيها تاء، الولد قال بس. طب يلا تعالي، تعرفي تكتبي تلوني او تعملي دايرة؟ ماشي ماشي، كاتبين كلمة أبي باللون الأحمر، عايزين نختار كل اللي شكلها أبي. شوف الكلمة اللي زي دي بالظبط، الألف والباء والياء، في فين دي زيها ودي ودي ودي، أنهي واحدة زيها ونعمل لهم دايرة، دي دايرة ودي دايرة كده. فين الكلمات اللي زي أبي؟ رسمين صورة أبي، والمفروض نختار كل الكلمات اللي شبه أبي. قومي تعالي هنا، يعني تعالي أيوه، شوية. هطلع لك الصورة لفوق شوية اهي. اختار فين الكلمة بقى ابي؟ أبي. اهو صوت ابي، وعايزين نختار كل الكلمات اللي في ابي. ديان فين ابي؟ الحمرا اللي في النص دي ابي. ايوه، تختارين أمي، لا أمي. هنختار هنا بس يا رب. ايوه هون، جوامع برافو. طب دي الكبيرة، دي لونها احمر، في بقى من لون اسود برضه، في من لون اسود، من اللي ده سلمنا ده؟ امي. بصي، في من اللي احنا اخترنا دي، في ايوه من لون اهو، عليهم كلهم. اهو كله ده في ابي ماشي هتوريك. وامي اهي، واحدة اهي، فين التانية؟ ايه شايفاها؟ ايه رأيك؟ كويس، تعالي نشوفهم. ايه قومي تعالي شوفهم ايه عاملة زي رأيك يا روك؟ ها، عاملة زيهم. تعالي طب الصورة الأخيرة دي صورة انا مين؟ اهي، انا اهي، اعملي انا اللي ايوه، زيها بسرعة. هي راحت فين؟ اهي البنت اللي في القصة بقى، ماري، بتقول أنا، أنا فين انا ماما اللي المتكلم، أنا دايما اهي. عايزين ودايما نعمل دايرة على كل اللي اسمه عندي، ايوه كل الكلمات اللي انا، انا. ايوه، برافو. دي بس ولا في كمان؟ برافو، الأخيرة برافو، كله دي معناها كلمات انا. دي مش عندي. لا، الاخيره دي، لا الاخيره دي مش انا. مش مشكلة طيب، وصل بقى الصور لتحت، كاتبين امي وانا وابي. فين امي؟ مين وصلها؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ وصلي بقى، فين أبي وأمي؟ هنا تعالي بس، هنا أمي كده. طب تعالي تعالي رقية، سامعاني؟ اكتب امي. أمي أهي، فين أمي؟ بس أنا بقولها يلا، أمي فين؟ أمي فين امي في الصورة دي؟ فين امي في الصورة دي؟ أمي أهي. مين هو؟ دي اللي حاطة الشنب ده، ولا دي اللي عاملة شعرها كده، ولا الكتكوتة الصغنططة دي؟ فين امي؟ هلمي أمي أهي، فين صورة أمي؟ ايه وصليها لي برافو، يلا فين صورة امي؟ انا وصليها بكلمة امي. فين كلمة امي؟ فوق اهي. ايوه حبيبي التانية دي أنا. برافو. طب الصورة الأخيرة أبي. جميلة، جميلة، جميلة يا روكي، شطورة.
وصلنا لحد فين؟ ضاع صح تحت الأعمال التي يتقنها يوسف. هو هل شاطر في بيجيب الطلبات من السوبر ماركت مش بيحب ولا لأ؟ يوسف، بيحب بيعرف يجيب ايه، بيعمل ايه كده، انت شفتها هناك بيعمل ايه، يوسف كان شاطر في ايه؟ كان شاطر في ايه بس كان ماهر في ايه؟ في ركوب الدراجة، شوف الدراجة فين بسرعة، عاملين عليها صح صح كده؟ يعني. وكان ماهر في الشراء، كان ماهر في شراء أدوات يا استخدامات البيت. بقى هتعمل خلاص، اعملي كده التاني، هنعمل هنا صح وهنا صح. خلاص هي اعمل القلم خلاص اهو، اعملي كده صح كده، اعملي تاني انت، هو القلم معاكي يا رقية كده، القلم اشتغلي بيه. هو اللون الفاتح ده يلا اعملي سؤال. مثلا لك الخط، اختار اللون، لا اختار اللون لسه اللي ده، انت هو عايزاه، ماشي فين اختاريه، بقى؟ يلا بس يلا اشتغل. فين الكلمات اللي فيها مساعدة؟ فين الكلمات اللي هو شاطر فيها؟ الصورة اللي بتقول إن هو شاطر في الحاجة دي. كلمات ايه؟ كلمات ايه؟ كان شاطر في التسوق، بيروح يتسوق لوحده ويجيب الطلبات كلها، ولا شاطر في الزراعة بيزرع الحاجات، ولا شاطر في ركوب الدراجة، ولا شاطر في الطبخ؟ برافو، كان شاطر في التسوق صح كده، كان بيروح وشاطر في ركوب العجلة. برافو برافو جميل صح. وصل مريم من سعادة في تعليم مهاراتها سبل حالة سعادة المهارة. يعني هي دلوقتي حط دايرة على اللي مساعد مريم، باباها ساعدها ولا مساعدهاش؟ ايه يلا يا عيون، يلا يا روك. شوف الناس بتقول ايه، يلا وريني كده، جدها ساعدها، ماما ساعدتها، يوسف ساعدها، بابا ساعدها. مامتها ساعدتها وقتها، تعالي نركب الدراجة، ويوسف ساعدها، لكن جدها مش ساعدها ولا بابا ساعدها. طب المهارة اللي هي اتعلمتها هي مهارة ايه؟ المهارة اللي هي اتعلمتها مهارة ايه؟ ركوب الدراجة مهارة. يلا الصورة اللي بعدها، ارسم دائرة حول ما تحب أن تتعلمه. أنت نفسك تتعلمي أنهي الرياضة؟ يعني تعلم مين الشطرنج، شوف هو قال لك ايه، يلا شوف اللي تحت ده مين، ايه، ارسم دائرة حول ما تحب أن تتعلمه. نفسك تتعلم الدراجة ولا تتعلم الطبخ ولا تتعلم ايه، الرسم ولا تتعلم العزف؟ نفسك ايه يا روكا؟ ابتدى تعلم مين وفاهم الحاجات دي، كله لا واحدة اشتري واحدة كده، طب اتنين شوف عايز تعمل ايه، دهين دهين بس ها دهين فين دهين من عالم دايرين، يلا. انت نفسك تتعلمي ركوبة عجلة؟ الله، الرسم جميل، الرسم. طب والطبخ؟ جميل الطبخ. والعجلة لأ، والعزف لأ، مش مشكلة، المهم اتعلمتي حاجة. بعد كده ان شاء الله المرة الجاية عندنا بتعلم نخلص، يا مس، ما انا بتعلم كله عادي معاه ما عشان انت شطورة. ايه شطورة؟ عندنا بعد كده ناخد حرف الألف بحركات كلها، في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء وفي الربيع، كل الفصول يعني 4 مرات في السنة. ماشي. أول حاجة ألف فتحة آ، لا هي هو بيقول
اي 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 او اي برافو. اي اي او اخر واحدة اه اي او برافو. تعال نشوف بقى حتة تانية. ماما بس جنب الصورة دي جميلة صح ولا انت حلتيها؟ طب اكتبي يلا زورة. ده بستنى مساء هفتح المساء اهدي 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 خطوة فكرة واحدة بس. استنى لسه بنسمع معلش بقى. فين القلم قولنا هنعمل ايه يا مستر؟ يلا يا ميس انت عايزة عارفة القلم اهو. اهو لا جه اهو القلم اهو. خلاص يلا اشتغلي بقى انا اخد الصور من هنا واحدة واحدة. زورة ماشي يلا بقى خلاص بسرعة يلا. حرف الايه؟ ذرة ذرة فين الذرة؟ ذرة ذرة زي برافو. فين هي هنا؟ استني يلا بالذرة تمام اهو بالذرة حرف الزاي الذرة. شاطرة استني برافو. طب خروف. خروف حرف ايه؟ طب يقطين. يقطين اسمه يقطين. يقطين يا 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 عشان جيس مش خدمين غير مش خدمين. طيب كرسي. كده انا بقى طب ماشي كي كي وصلها كي بتاعي. يلا كي. كرسي برافو. طيب دي اسمها عربة. عربة عربة اه فين العين؟ اي عايز فين العين؟ ده ضفدع برافو ده برافو. ده فين دي يا ماما فين ده يلا بقى الصورة اللي بعدها ده آخر واحدة. ده عندي ظرف اللي احنا واخدين النهاردة. ظرف ظرف. ذا 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 أيوة دي ثلج. ثلج ذا سي ذا سي 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 ذا سي. بروف. ده هاتف. هاتف آخر واحدة دي غيمة. قايمة غيمة جاك قايمة غيمة. ايوه غيمة. ايوه قايمة ده بديهم برافو وسط بعض. اه صح كده. عادش يا انسان انت كنت مستغرب ده عايزك تحفظ الحروف كويس عشان ان شاء الله الحصة الجاية عايزين ناخد نبدأ ناخد كلمات من حرف من مكونة من 3 حروف. ماشي يا جميل. ايه يا مثلا عندي واحد شكل الكتاب بتاعك ده اه ما هو هناخد منه عشان هناخد صفحة صفحة. ماشي هنبدأ نقرأ من 3 كلمات وناخد في الكراسة ونكتب في الكراسة. ماشي ممكن نلبسه لها دعوشة مش مكتوب ماشي. روحي روكا. ماشي أنا ماشي يا ميس. شفتني طب رد على الميس الأول إيه اوكي طولة يا ماشي ميس يا ميس. عايزاكي تحفظي الحروف كويس تحفظيها كويس تعرفي تكتبها كويس تحفظي شكلها عشان لما اقول لك الطاء ده حرف ايه تقولي طاء ده حرف ايه تقولي لي على طول على الحرف. عشان لما نحفظ الحروف كويس هنبدأ نقرأ كويس. دي هنعرف ده ألف ده ميم ده راء وهكذا. ماشي يا حبيبي. ماشي إن شاء الله أشوفك الحصة الجاية إن شاء الله يا جميل. مع السلامة حبيبي. مع السلامة يا مصباح بس عايزاكي تكتبي حرف الطاء والظاء في الكراسة. طاء والظاء والعين والغين. أفل ايه
اوكي استني بس هنقفل. بس اكتبي الواجب ماشي، مش تنسي مش تكتبيه. ماشي، مع السلامة حبيبي. سلام، باي. بص ما طلع، بص.